بجد التحيه من جديد ليك يا كابتن ايمن قلب الاسد وليد سليمان. مبروك يا وليد، مبروك ليك ومبروك للعيبه والرجاله. متواجد في الملعب مش متواجد في الملعب، قيمتك موجوده ورجولتك موجوده يا وليد، والحب الكبير ده الحقيقه حاجه كبيره جدا. حابب تقول للعيبه الرجاله مجلس الاداره جمهور النادي الاهلي؟ الحمد لله، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. الحمد لله فضل ربنا علينا كتير، الحمد لله الف مليون مبروك، وان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من النجاح. والحمد لله الواحد بينتمي للنادي الاهلي. الحمد لله، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره، مبروك للعيبه والجهاز الفني، مبروك للعمال، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. اتمنى وليد تشارك، لكن الاصابه قضاء وقدر، جت في وقت صعب جدا، لكن انا عارف انت عندك قناعه كبيره جدا ومؤمن بربنا سبحانه وتعالى ان الاصابات دي قضاء وقدر، لكن دورك كان كبير جدا يا وليد مع كل الاهلي. الحمد لله الاهلي بمن حضر، يعني الحمد لله زي ما بيقولوا فعلا الاهلي بمن حضر، واحنا يعني لو مش لعيب الكوره احنا جمهور النادي الاهلي، ونفضل في ظهر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الحمد لله ببارك لكل الناس، وبقول لعيبه رجاله تعبت على مدار سنه تعب، والحمد لله ان شاء الله نفكر في اللي جاي. النهارده طبعا هنفرح ونفكر في الدوري، عندنا مسؤوليه كبيره في الدوري، وان شاء الله باذن الله خير، اللي جاي احسن ان شاء الله. مش هطول عليك، لكن كل لعيب سالته على دور مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب، تحمل وصبر وفي ظروف صعبه جدا، لكن دوره مهم، رسالته داعمه بشكل كبير، وعلى ما اعتقد الفوز ده يهدى للنادي الاهلي ويهدى لمجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. اكيد طبعا، الناس مش بيسيبونا في اي سفريه، وبنشكر انا على المستوى الشخصي بشكر كابتن الخطيب انه في كل السفرات دايما معانا، وبيبقى تعبان وبيتحمل على نفسه من اجل النادي ومن اجل الفرقه، ودعمه وطول ما هو جنبنا بيدي ثقه كبيره جدا للعيبه وطمانينه، والحمد لله دايما بيبقى في ظهرنا ودايما في النهائيات بيبقى موجود. ومبروك للكابتن الخطيب على المستوى الشخصي، ومبروك لمجلس الاداره، ومبروك للنادي الاهلي.